لم تنتهي الحروب والأزمات في العالم، وشكلت أزمات اللجوء والنزوح أبرز تداعياتها. أكثر من 110 ملايين شخص مشردون هاربون من ديارهم في إحصائية غير مسبوقة في سجلات الأمم المتحدة. اللاجئون والنازحون من أوكرانيا والسودان يتصدران حالياً أعداد الفارين من دوامة عنف لا تنتهي، أحدثها عامل مشترك بين الأزمتين هو طمع النفوذ والهيمنة الذي لا يهمه كيف وأين سينتهي الحال بالفارين. ووفقاً للتقرير الجديد الصادر عن مفوضية اللاجئين، فإن عدد النازحين قسرياً خلال العام الماضي زاد 19 مليون شخص مقارنة مع إحصائيات عام 2021. على الصعيد الدولي، تربعت تركيا على قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين مع 3,600,000 لاجئ، بينما هناك في أوروبا أكثر من 5 ملايين لاجئ من أوكرانيا. هذه الأعداد من اللاجئين تواجه تحديات جمة، على رأسها ضعف ميزانية الأمم المتحدة ومؤسساتها لتغطية الإغاثة الدولية للاجئين، مضطرة مفوضية اللاجئين الأممية لقطع المساعدات في عدة بلدان على رأسها لبنان. خطاب الكراهية والتمييز العنصري يشكل تحدياً لا يقل خطورة عن نقص التمويل والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون، واستغلال المجموعات القومية والمتطرفة فرصة التضخم الاقتصادي العالمي للتحشيد ضد اللاجئين. أمام هذا الخطاب المتصاعد، تقف الدول الأوروبية والغربية أمام تحد أخلاقي آخر، هو نظام اللجوء الذي تحول لعدو للاجئين عبر معوقات وقواعد صارمة بشأن الهجرة أو قبول اللاجئين، الذين توجهت أصابع الاتهام إليهم بالمسؤولية عن كل ما يحدث في البلدان التي يقيمون فيها.